بمناسبة رفض المرأة. الأمر الثاني إن إحنا نؤصل لفكرة الحياز التشريعي للمرأة، إن مفيش فرصة من التملص أو الفراغ من أن يكون هناك ظهير تشريعي قوي لا يمكن أن يتغافل عنه التقاضي يرجع به قضايا التدوير. النقطة الثالثة والأخيرة وهسيب حضراتكم بعد كده، إن هذا القانون يكاد يكون من القوانين مشاريع القليلة وربما الوحيدة كمشروع قانون اللي بيقدم مواد الوقاية والحماية من شأنها أن تشرع التدخلات الناعمة لتدريب التدخلات الناعمة. يعني الموضوع مش كله حله سجن وغرامة، ولا الموضوع حله بس إن يكون في مرفق العدالة هو الحاسم لفكرة التدريب. الموضوع كمان في بنود ملزمة لوزارة التعليم ووزارة الإعلام والصحافة الثقافة وغيرها من مرافق أخرى في الدولة المصرية أو من الوزارات المختلفة، اللي من شأنها إن أنت بموجب القانون تلزمي أدوار أخرى ليس بالضرورة هدفها الرئيسي للكريمة والأخلاق، إنما تطرحي فلسفة جديدة للعقاب البديل للعقوبة البديلة، وإنك تعملي نوع من تأهيل البناء وإدماجهم في المجتمع مرة أخرى، وإنك تعملي نوع من التعويض الناجيات. فالأفكار الجديدة الحقيقة من شأنها أن يخلي قانون مشروع قانون مرتب أن يسترد ملمح اجتماعي مفقود في فكرة القانون. دائما القانون ملمحه فقط الجريمة والعقاب، الجزرة والعصر، لكن الحقيقة القانون واحد العنف ملمحه في مشروع المنظمات تحديدا هو أنه من الممكن أن يكون هناك امتداد اجتماعي للقانون ودور للقانون في غير وعي المجتمع المصري فيما يتعلق بمشروع القانون. أتمنى أكون أديتكم برنامج كده تحطنا على التراك النهاردة. أعتقد إن أهمية اليوم ده تحديدا مع المنظمات والمبادرات اللي موجودة هو إن إحنا نخلي القانون ليست قضية الموجة الأولى من المنظمات، إنما هناك منظمات جديدة تستطيع أن تتحدث معنا عن القانون مرحلة العمر، ونفكر معا كيف نعمل نوع من الجلبة خلاص على قانون العمر الموحد، بحيث إنه نخلي قضية نهضة العنف على مستوى التشريع والسياسات ليست قضية مؤسسة المرأة الجديدة أو قوة العمل، إنما هي قضية المرأة من الأساس المصرية في نهضة العنف والمؤسسات الأخرى والمبادرات الأخرى اللي مش بالضرورة تكون كانت موجودة في الرعين الأول من المنظمات الطلابية. بالنسبة لي قضية العنف ضد المرأة يعني قضية على مستوى شخصي مهمة جدا ومحورية جدا، لأني كل مظاهر التمييز ضد المرأة وهو عنوان العنف تقع تحتي كل حاجة. اهتمامي جه من انه انا حاسة انه في السنين الاخيرة وخصوصا بعد الثورة العنف زاد في المجتمع بصفة عامة، وبقى ليه تفاهم ويعني في غياب لاعمال القانون بصورة كبيرة في الشارع المصري في قطاعات كبيرة، ويمكن ده هينعكس بصورة أكبر على الحلقات الأضعف أو الفئات الأضعف في المجتمع طبعاً وعلى رأسها النساء. المشكلة أن السنوات الأخيرة بقى فيه تنزيل ومحاولة إقناع أنه العنف ده طبيعي أو أنه له مبرر أو ديني، أو فبنلاقي دايماً فيه جدل أصله ليه أو لأ. يعني إحنا اتنقلنا من مرحلة أنه العنف مرفوض تماماً وبنتكلم فيه لمرحلة إحنا بنقعد ناس تبرر وناس ترد عليها، وده خطر جدا عشان يوصل لمرحله التكيف. بالظبط. والمؤسسات دي دخلت على الموضوع على الخط في الموضوع ده، والاعلام بيلعب دور سلبي جدا في رايي، انه ظاهره العنف يعني غياب القانون، غياب اعمال القانون، مفيش اليات قانونيه بتطبق في قطاعات كتيره جدا في حياتنا اليوميه على مدار الوقت، والست والعنف ضد الست في قلب ده. احنا متخيلين الحقيقة ان الدعم النفسي او ازاي نساعد الستات المعنفات يفكروا في حالات العنف اللي هم فيها وياخدوا مواقف لصالحهم وتعملهم تمكين خاص بذواتهم اصلا، هي مش مسألة المناطق الفقيرة بس، زي مثلا التجربة الغنية اللي قالها لنا مؤسسة بداية. أو تجربة زي بشايك كمؤسسات قاعدة، هي حتى على مستوانا يعني إحنا نفسنا عندنا إشكالية كبيرة في إن إحنا كيف نتعامل مع العنف وإدراكنا برضو ليه، يعني حتى بيننا تفاوت إدراك العنف. يعني
وما بنعرفش كمان نفكر في فكره نرفع من قيمه ذواتنا اللي هي لوستي سيلف ستيم. يعني كلنا عندنا حاله كده من الاحساس بالصغر، احنا مش بنعرف نتعامل مع المواضيع دي لان الحياه جزء منه ليه علاقه بالتنشئه اللي ملهاش علاقه بس بالوضع الاقتصادي. يعني ممكن تكون ناس طبقه متوسطه او عليا، بس هما تربيتهم نفس التربيه اللي ممكن تكون موجوده في شيخ ناصر، ممكن تكون في حلوان، اللي هي الاسر اللي هي لا تعطي استحقاقا لابنائها من الجنسين وعلى الاخص الفتيات. فبتكون البنات عندهم نوع والستات عندها نوع من القبول للعنف، وان الاصل ان الاسره تستمر.